اهلا بيكو. محاضرتنا النهارده الحقيقه محاضره، انا حتى مسميها كورس قصير، ممكن يبقى ورك شوب، ممكن يبقى زي ما تسميها مش مهم. الحقيقه عايزين نتكلم مع بعض شويه على ازاي نعمل الديجيتال كونتنت للكورسات بتاعتنا. الموضوع ده موضوع ما هوش probably جديد عليك، انت غالبا عملت حاجة قبل كده واستخدمتها بشكل او باخر، واذا ما كنتش عملتها علشان تعلم بيها حد، غالبا حد من اللي اتعلمت منهم كان مقدم لك ديجيتال كونتنت، لان الموضوع ده بقى له معانا سنين كتير. لكن الحقيقة مع الفترة اللي فاتت دي اكتشفت ان في بعض الناس لسه عندهم حاجات مش عارفين انها موجودة او ما يعرفوش يستعملوها ازاي. ده اللي خلاني عملت معاكم المحاضرة دي او الكورس ده، بحيث ان انا اعرفكم على بعض الحاجات يمكن بعضها تستفيد بيها، ولو ما استفدتش يبقى معلش ادينا قضينا شوية وقت مع بعض، ارجو ان هم ان شاء الله يبقوا بفايدة كويسة. دلوقتي احنا بس بحب افكرك في اول المحاضرة بتاعتنا، هو ان انت ممكن تغير العالم بان انت تدرس لحد حاجة او تعلم حد حاجة. التعليم فعلا هو اهم حاجة ممكن نستخدمها علشان نخلق عالم جديد وعالم احسن لنا كلنا. طيب بعيد عن كلام الشعارات، بسرعة احنا هنتعرف مع بعض ان شاء الله في الكورس ده على بعض المصادر الديجيتال كونتنت، بحيث ان في بعضها ممكن تاخده وتستخدمه على طول. وبرضه هنحاول نتعرف على ازاي نعمل محاضرات او نعمل ديجيتال كونتنت بتاعنا لمحاضرة او لكورس، وازاي نجمع الحاجات دي على بعضها سواء اللي احنا عاملينه او اللي غيرنا عامله في كورس واحد. ليه التذكرة هنا؟ المحاضرة دي عبارة عن جزء مكمل لكورس ترينينج اوف ترينرز. لو انت مهتم ان انت تعرف عن ترينينج اوف ترينرز، هو الكورس موجود ومفتوح برضو على academyofknowledge.org، لكن لو انت مش مهتم بيه هتلاقي معانا هنا الموضوع الى حد كبير متكامل ان شاء الله، مش هنستعين كتير بحاجات من الكورس التاني. يعني شوف انت ايه اللي يناسبك وايه اللي تحس ان هو يساعدك اكتر واشتغل عليه. طيب بعد كده بس نفتكر حاجة مع بعض واحنا شغالين، ان اللي هتكلم فيه في المحاضرة دي المفروض كان يبقى وركشوب لايف، يعني انا قاعدين مع بعض وانت فاتح الكمبيوتر بتاعك وانا بتكلم وانت بتشتغل وكده، لكن طبعا بما ان هي بتتقدم في صورة اونلاين كورس، فارجو ان انت تاخد بالك ان اللي هنتكلم عليه او اللي انا هقوله مباشرة هو عبارة عن خطوط عريضة للي ممكن تستخدمه، فانت محتاج تجرب بنفسك كل التولز اللي هنتعرض ليها بحيث ان انت تتعرف عليها، وبعد كده تشوف ايه اللي هيفيدك في شغلك او ايه اللي هتحتاجه بشكل مباشر في شغلك، بحيث ان انت تستخدمه ان شاء الله في اللي انت عايز تعمله بعد كده. فالحقيقة هنا هنقف، والفيديو الجاي هنكمل مع بعض نتكلم على ما يسمى باللايسنسنج. انا بسرعة في المحاضرة دي عملت انترودكشن، او في الفيديو ده عملت انترودكشن للكورس بتاعنا. في الفيديو اللي بعديه على طول اللي هو هيبقى على نفس الصفحة ان شاء الله، هنتكلم بس بسرعة عن فكرة ايه اللايسنسنج دي، يعني ايه ان انا اخد رخصة بان انا اكتب حاجة او ان انا استخدم حاجة او ان انا اقولها لحد. هي فكرة بسيطة، وبعض الناس كتير مش قليل يعني من الناس دلوقتي بيهتم بالكلام ده، واحنا ما نحبش ان احنا لما نعمل حاجة يجي حد يقول لي انت سارقها او انت واخدها بغير حق. فده اللي هنحاول نتعرف عليه مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.